الشارع تجاوز في تقديري هذه الأطروحات والمعالجات الجزئية، وإذا كان على الأقل في فترة من فترات هنالك مطالبات على الأقل ربما بالتعديل الوزاري في بعض المحطات، لكن أعتقد في الآونة الأخيرة طالت تقريبا أزمة الثقة كل المجموعات اللي على الأقل تقوم الآن على رأس السلطة السودانية. النقطة الثانية في تقديري ما لم تتم هنالك تقديم رؤية واضحة للمرحلة القادمة حول طبيعة إدارة الشأن السياسي وحول طبيعة إدارة الشأن الاقتصادي وحول كيفية المعالجات التي ستتم لما بعد السلام، أعتقد سندخل في ذات النفق الذي ربما ظل فيه السودان لسنوات طويلة جدا. ولكن يا دكتور، من يقدم هذه الرؤية؟ رؤية الاقتصادية، رؤية للاقتصاد، للصحة، لإدارة الدولة، أنت أشرت إليها الآن، من يقدم هذه الرؤية؟ طبعا من ناحية نظرية، هنالك الآن يفترض أن تكون هنالك حاضنة على الأقل سياسية أو ما يمكن أن نسميه بالحزب الحاكم الآن. الحرية والتغيير في الأصل الآن من تاريخ تقريبا 30 يونيو 2019 تقريبا يفترض أن تكون الجهة المسؤولة بشكل مباشر من الناحية السياسية في تقديم الرؤى، تقديم المعالجات، تقديم المشاريع، إجازة الوزراء، كلها تقريبا يفترض أن تمر على الأقل بالحرية والتغيير، وفي ظل على الأقل قيام المؤسسة التشريعية اللي هو المجلس النيابي أو المجلس المعين على الأقل، في ظل غيابه يفترض أيضا أن تكون هنالك الحالة الثلاثية، مجلس سيادي، حرية وتغيير، مجلس وزراء، والمؤسسات هذه إلى الآن لم تكتمل، ولكن الجهة المسؤولة بشكل مباشر الآن من ناحية سياسية هي الحرية والتغيير باعتبار أن السلطة الآن الحاكمة سياسيا تقريبا هي الحرية.